إذا المشاهدين شوف تيفي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة. صباح الخير عليكم. كما كتشوفوا اليوم أرباب الطاكسيات يعني السائقين كيطالبوا السلطات تعطيهم الرخصة ديال السياقة وفق دفتر التحملات. دابا كما كنشوفوا مجموعة ديال السائقين، خويا إذا ممكن مجموعة ديال السائقين كيوقعوا في واحد العريضة. شوفوا فيها مجموعة ديال الجمعيات والنقابات. غادي نشوفوا مع الأخ الممثل ديال سائقي الطاكسيات. هذا الشيء كنيماجنو هو شنو اليوم كديروا؟ هذا هو السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا اليوم رحنا نسجلوا واحد التوقيعات، نديروا الإخوان واحد التوقيعات على حساب واحد المشروع راه تحط ولا عاد غادي تحط. احنا ما عندناش يعني بالتأكيد واش راه تحط ولا مازال ما تحطش، من واحد الحزب واحد المشروع لهيكلة هذا القطاع، وحنا رحنا ندعموه بواحد بهاد التوقيعات للسائقين. ان هاد الرخصه في الحقيقه راه حق السائقين، اللي خصها تكون حق السائق اللي هادي سنين وهو مسكين يكافح وهو يناضل، ولحد الان ما دات حق من هاد القطاع، لا من الضمان الاجتماعي ولا من التغطيه الصحيه ولا من هاد الرخصه اللي كانت من تكون من صالح ديالو من الاول كاع. لان كاين اخوان اللي ضاربين 40 عام 30 عام في الحرفه وما استافدوش حتى شي حاجه من هذا القطاع، وفي اخر المطاف ديالهم كيمساكين يبقاو يتسولوا ويبقاو جالسين في البوانتاج يطلبوا. حنا ما بغيناش الوضع يبقى هو على بهذا الشيء، وحنا الاخوان هاد التوقيعات هذا بغينا ندعموا بهم هذا المشروع اللي حنا كون يطبق راه في مصلحه الدوله بنفسها، يعني الدوله راه في مصلحتها الا كان تطبق تهيكل هذا القطاع هذا. إن تهيكل هذا القطاع راه الدولة غادي تهي تربح فوائد كبيرة من هذا القطاع هذا اللي راه كيمشيو شي 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 أموال كتمشي يعني نوار. حنا ما بغيناهاش تمشي نوار، تمشي للصندوق تاع الدولة اللي تعاون به الدولة وتعاون به السائق. ذاك الصندوق إلا كان دار غادي تعاون به حتى السائق إن شاء الله، حتى هو يتعاون. والإخوان إن شاء الله حنا نطلبوا الإخوان السائقين باش كاع يتعبؤوا ويجيو، هاد الشيء راه في مصلحتهم. حنا راه نجيو لمصلحتهم، ما تجيهمش واحد الجهه اخرى وكتشوش عليهم ولا تقول لهم شي حاجه. راه هاد الشيء راه في مصلحتهم، هاد السائق هاد التوقيعات هادو راه في مصلحه السائق ان شاء الله. وحنا ان شاء الله هادو حنا غادي نبلغوهم الناس اللي مسؤولين، هاد اللوائح كلها غادي ان شاء الله نعطوها الناس مسؤولين اللي يتحملوا مسؤوليتهم حتى هما. ان هاد اللوائح هادو راهم امانه عندنا اللي خصنا نبلغوها للاخوان ديال الاداره. والاخوان ان شاء الله حنايا راحنا مستمرين، حنا هاد التوقيعات ما غاديش يبقاو غير في مركز التنقيط. اللي بغى يوقع ولا بغى يدير شي حاجه راه الباب مفتوح، يعني ما يقولكش راه صافي وقعوا وريضنا. حنا راه باقي مستمرين في هاد التوقيعات، الى حتى الاخوان كاع اللي راه مستعد باش يجي يوقع مرحبا به، وهادشي راه في مصلحته ان شاء الله وما يكون غير الخير ان شاء الله. والسلام عليكم والسلام عليكم. ونفوت صافي تقطعوا يلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بوعلي ناجي، كاتب محلي قطاع سياره الاجره الصف الثاني النقابه الديمقراطيه للنقل، المنسق المحلي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بمدينه وجده. نزيد نزكي الكلام ديال الاخ نتاعنا السي عبد القادر ايوب. كما كتشوفوا الشعار ديالنا وهو السائق يطالب برخصه الطاكسي وفق دفتر التحملات. المشروع اللي هو عادل اللي كيخص السائق المهني، اللي بكل صراحه السائق المهني كيعاني مشاكل كثيره كيعاني منها السائق المهني، لا تعد ولا تحصى. الطرد التعسفي، ارتفاع الروسيطه، مادام ان السائق المهني كيقضي واحد كيأدي واحد الخدمه نبيله في قطاع سيارات الاجره، وفي الاخير كيوجد نفسه امام هذا المركز ديال التنقيط وكيتسول في الاخير من كيضرب واحد 20 عام او 30 سنه او 40 سنه في هذا القطاع هذا، وفي الاخير كيخرج خالي الوفاض. حنا هذا المطلب هذا كنزكيوه، وان شاء الله باذن الله غادي نضيف واحد النقطه اخرى
اللي غادي يكون عندنا واحد الجوله على الصعيد الجهوي الجهه الشرقيه ان شاء الله باذن الله. هذا المشروع غادي نديه للاخوان تاعنا في جميع المناطق، بركان، ناظور، سعيديه، الدريواش، نطلعوا للجراده ان شاء الله تاوريت. عندنا واحد الجوله مع السائقين المهنيين من اجل التعبئه لهذا المشروع، وان شاء الله نحن على الطريق ونحن دائما مع السائق المهني، والشيء اللي كاين فيه السائق المهني رحنا معه. بالنسبه لهذا المشروع اللي غادي يكون على مستوى الجهه، واش يقدر يكون حتى على مستوى الوطن؟ من طبيعه الحال حنا غادي نبداو على مستوى الجهه ان شاء الله، باش نوضحوا للاخوان تاعنا هذا المشروع ونديروا ونجيبوا الدعم ديال السائق المهني على مستوى الجهه، ولما لا غادي يكون على الصعيد الوطني. وهذا نداء للمكاتب الاقليميه والجهويه والمحليه على الصعيد الوطني لانهم يتبناوا هذا المشروع. هذا مشروع عادي للسائق المهني من اجل تكافؤ الفرص. حنا كنعرفوا المقدونيه فين وصلت الان، فلا يعقل. انا البارح جا عندي سائق مهني انخرط معنا في النقابه ديالنا، كيقول لك جا عندي مالك المقدونيه من مدينه الرباط كيطلب لي 24 مليون. هل يعقل هذا؟ انا السائق المهني يجي واحد مريح يطلب له 24 مليون؟ لا يعقل. هذا ظلم بحق السائق المهني، وحنا كنرفضوا هذا الشيء، كنرفضوه. غير بالنسبه نسولك واحد القضيه تاع واحد السياره كانت شدات زوار. واه زوار فين وصلت؟ الان السياره الحمد لله الامن، كنشكروا الامن التدخل ديالو اولا. الامور كما بصرتوا عليها وشفناها حتى حنايا، السياره مشات للمحجز والامن طبق القانون ديالو. شكرا، الله يبارك فيك.